محمد ياسر ريان اللي كان كل شغله كان رياكشن او رد فعل للي بيحصل. اي حد بيجيب جول المفروض ان هو بيروح يجيب الكوره، بنشوفها في كل الدوريات يعني. لكن شفنا احمد ياسر ريان جاب الجول وراح يجيب الكوره، فحصل الاشتباك. هيكون معايا كابتن سمير عثمان، هيكون معايا حالا دلوقتي. لكن هتكلم في نقطه قبل ما اخد الكابتن سمير عثمان، ان احنا لما جبنا الهدف بتاعنا لو حضرتكوا تفتكروا الاهلي وسموحه، كان جيراودو جاب الهدف في الدقيقه 98 وكان الحكم مدي 7 دقائق وقت ضايع اعتقد، والدنيا اتقلبت ساعتها. احنا ما بنتحججش خالص ولا في دماغنا الكلام ده احنا كاهلاويه، لكن انا بس بفكر الناس ان الزمالك جاب الهدف بتاعه فيما بعد الدقيقه 96 وكان ممكن الحكم يصفر وينهي المباراه، لكن خلاص يعني معلش هرضى لك الكابتن رضا شحاته اللي عمل المباراه ولا اروع من رضا شحاته من المدربين الواعدين جدا جدا. رضا شحاته لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في التدريب، كان اول سنه يمسك فيها دوري ممتاز السنه دي، مدرب عام، الظروف خليته مدير فني لهذه المباراه تقيله جدا على نادي الجونه ونادي الزمالك ايضا، لكن رضا قدم مستوى رائع وقدم مشروع مدرب كبير جدا. ان شاء الله برضو نحاول نجيبه على التليفون، مش عارف هبارك له بقى ولا هقول له هارد لك. اكيد زعلان رضا، انا عارف طبعا الاهلاويه بيكونوا زعلانين قوي لما بيخسروا اي نقاط. اخد الكابتن سمير عثمان. كابتن سمير مساء الفل عليك.